بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي معانا دي يا جماعة اللاية بالكهرباء اهي، بتحط الزيت هنا وبتحط فيها البطاطس او الحاجة اللي انت عايزة تقليها. اللي احنا شايفينه ده المدور ده الهيتر بتاعها، الهيتر اللي هو بيقوم بعملية التسخين. طبعا دي بتشتغل بالكهرباء. في هنا مفتاح الترموستات ده اللي بيظبط درجة الحرارة من 1500 مثلا ل 1700 ل 1000 قصدي 190 درجة، 170 درجة، 190 درجة مئوية. زي ما احنا عارفين درجة الغليان الماء 100. طبعا دي صاحبتها بتقول لي شغالة 100 بس ما بتسخنش جامد. فطبعا خدتها قلت لها هات انا هظبطها لك واعلي لك درجة الحرارة بتاعتها. درجة الحرارة بتاعتها بتعلى ازاي يا جماعة؟ من المعروف ان يعني دي الاوكرة دي، بص مثلا كده عشان تفتح تزود الدرجة من الصفر للايه؟ للمية وتسعين. بص يا جماعة بتشتغل فين؟ بتشتغل هنا اهو كده، المفروض تشتغل بعد الصفر بشوية تبتدي تشتغل. انا كده بص انا حاطط ايه؟ طبعا دي السيريال اهي اللي هي منورة دي اللي هتنور كده، الصفر اللي هو الدرجة اللي بتتقفل عندها ما توصلش كهرباء للهيتر ويشتغل. اما نيجي بقى نحرك الاوكر ده عشان نظبط درجة الحرارة، شوف المسافة اللي انا هاخدها قد ايه يا جماعة. شوفوا قد ايه خدت عشان تشتغل من هنا لهنا. فطبعا المساحة دي كبيرة، دي معناها ان درجة الحرارة هتقل. فاحنا هنعمل ايه؟ نخليها تبتدي تشتغل بعد الصفر بحاجات بسيطة كده، بحيث تبتدي من بعد الصفر بشوية وتبتدي تسخن 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 وتدينا درجة الحرارة العالية بتاعتها. العملية دي بقى يا جماعة تتم ازاي؟ الأكرة دي تحت الأكرة دي في كده أكس زي ما احنا شايفين، ادي الأكس. طبعا احنا أول حاجة أهو كده، يعني الوضع اللي هي فيه دلوقتي شايفين ده مثلا، ده كده شايفين اللي هي الحتة المطشوفة دي كده واصلة هنا كده. احنا بقى عايزين الحته المطشوفه دي او المطشوفه المشطوفه تيجي قريب هنا من هنا كده. نعمل ايه بقى؟ طبعا هنجيب الاكس كده ونروح ممسينه يا دوبك حته صغيره كده قيمه الفتح، بحيث لو جبت شمال تفصل. هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنمسك الاكس ده كده، جوه الفتحه دي يا جماعه بتاع الاكس دي في مفتاح صغير خالص، هندوره لحد ما يدينا اضاءه على ايه؟ على اللندا دي، على السيريال، بحيث تبتدي يكون ايه؟ وصلت عندها الكهرباء واشتغل الهيتر. بص يا جماعه كده، كده فصل كده اهو كده اشتغلت. كده اشتغلت يا جماعه، بصوا قريب من الصفر، بينما كانت الاول بعيده كبير عن الصفر مما يخفض درجه الحراره. هتبتدي السخونيه من بدري، من بعد الصفر بشويه. طبعا هي كده اتظبطت وزودت لها الحراره الحمد لله، وان شاء الله تعجب صاحبتها كده. بس كده فصلت اهي. بصوا يا جماعه، بصوا بعد الصفر بقد ايه اهي. الاول كانت يعني وهي كده يعني قرب ال 150 درجه، طبعا ده غلط، هتبقى درجه حرارتها واطيه، بس هي كده اهو اهو تمام كده. دي طريقه ظبط او ظبط الترموستات، ان هي لما ما بتدينيش درجه الحراره المناسبه بتاعتي بتديها لي منخفضه، انا ازودها عن طريق ظبط في مسمار في وسط الاكس، اقربه شويه بحيث يديني اضاءه على السيريال زي دي، او يبتدي يشتغل بدايه يعني يكون قريب من 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 درجه الصفر اللي هي درجه الغلق خالص اللي ما بيوصلهاش كهرباء. اهو كده عند الصفر ما بيوصلش كهرباء كده اهو اهو واصل كهرباء كده، تشتغل وتسخن تبقى 100. طبعا التجربه دي يا جماعه ما تكونش غير على سيريال، اوعى تجربيها او تجربها وهي شغاله على الكهرباء، الهيتر هيفرقع ويبوظ ويتحرق. لازم طبعا الحاجات دي عامله زي الغلايه، لازم يكون فيها زيت، ده اللي شغال على الكهرباء لازم يكون جواها زيت علشان ما يتحرقش الهيتر، او ان انا اظبطها عن طريق سيريال زي دي. أرجو أن أكون قلت حاجة مفيدة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.